والآن مشاهدينا إلى حالة الطقس. ومع الأحوال الجوية نعود إلى ميرنا إيهاب. تفضلي ميرنا. شكرا لكم إيمان ونهى، والآن وقفة أخيرة مع أحوال الطقس. يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود غدا الخميس طقس حار نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري، دافئ على السواحل الشمالية وشديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد، مائل للبرودة ليلا على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى، معتدل على جنوب سيناء وجنوب البلاد. وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدا على محافظات ومدن الجمهورية: القاهرة العظمى 33 درجة والصغرى 19، الأسكندرية 25-18، مطروح 24-15، بورسعيد 26-18، والإسماعيلية 29-19. أما عن السويس فدرجة الحرارة العظمى 30 درجة والصغرى 19، العريش 26-17، طابة 32-18، شرم الشيخ 36-23، والغردقة 35-21. أما عن الأقصر فدرجة الحرارة العظمى 40 درجة والصغرى 22، أسوان 41-23، الوادي الجديد 35-20، وشلاتين 33-22، وأخيرا حلايب العظمى 32 درجة والصغرى 20. والآن نستعرض مع حضراتكم درجات الحرارة المتوقعة غدا في عدد من العواصم والمدن العربية والعالمية.